هذا يا اختي مو اخذوا السم اللي تحت المخده، الحكم هنيك طابقوه مع السم اللي اخذته زهريه، طلع مطابق 100%. يلا شو يعني؟ يعني كامله هي اللي قتلتها. شو؟ مستحيل هالحكي، مستحيل يا ابن عمي، كذب والله كذب. كامله ما بتقتل نمله لحتى تقتل زهريه. قولي علي، قولي علي، راحت البنت يا ابو عزه، راحت البنت. شو هذا الحكي اللي سمعته؟ معقولة؟ لك ابني قال انه هي حطت السم لسهرية وموتتها. ياما شو هالحكي هذا؟ علي عليك يا بنتي، علي عليك يا بنتي، ما بتعمل هيك عملي، ما بتعمل. يا ابني ما حاولت تساعدها بشيء؟ لك شلون بدي ساعدها والتهمة لابستها لبس؟ لك لقوا السم بأوضتها وتحت فرشتها كمان. بهالحالة هي شلون انا بدي ساعدها؟ مين راح يصدقني؟ يا رب يا رب، دخيلك كرامة لحبيبك محمد. يا الله يا الله تظهر الحقيقة ويبان اللي عملها العملة السوداء. يا رب يا رب. طولي بالك يا ابو، طولي بالك. لا اختي لا، واضحة مثل عين الشمس، طالما هي متضايقة من الضرة الرابعة معناتها بيتت لقتلها، جابت السم وروحتها. بعت لي قتلي عليكي يا كاملة، بعت لي قتلي عليكي، بعت لي أمها إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله يا جماعة مالي مصدق إنه كاملة تعمل هالشيء. يعني خلاص؟ ثبتت التهمة عليها؟ إيه والله يا أبو عزة ثبتت. بس ما بيصير هالشيء، ما بيصير، حرام. ما فهمت، شلون ما بيصير؟ لأنه بنتي ما اعترفت إنه هي يلي قتلتها بالسم. يمكن حدا من أهل بيتك هو عملها واتهم بنتي. شو الحكي يا أبو عزة؟ مين الحدا يعني؟ ما بعرف، ما بعرف، ما بعرف، ما بعرف. الشغلة بتحط العقل بالكف. أبو عامر يرضى عليك، كأنه في سر لازم ندور على الحقيقة حتى ما ينظلم حدا. حماك يا أبو عزة، لازم ندور على الحقيقة. بوس إيدك يا صهري طالع من الحبس، بوس إيدك ورجلك كمان. إن شاء الله إن شاء الله معزو، ان شاء الله. عم لك ابوس رجلك صغري. يا معزو بالوقت الحاضر ما فيني وعدك بشي، ادعي لرب العالمين يساعدنا بهالشغله. يرضى عليك يا ابو عامر، خلينا ندور على الحقيقه ونكشف السر. ان شاء الله ان شاء الله، يلا بالاذن. مع السلامه. الله معك صغري. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هلا فوزية بدي أسألك، لما كاملة دريت إنه بدي أتجوز شلون صارت حالتها وقتها؟ سأل شهيرة خانم ابن عمي، سألها. أنا عم بسألك إليك. بصراحة ما كانت بدها إياك تتجوز حدا بعد نسوانك منوب منوب منوب. شو ساويت يعني؟ إيه صارت تقاتل دبان وشها وتحلف وتتوعد، ما بتصير هالجوازة لو على جثتها. هيك عملت؟ ايه ابن عمي هيك عملت. يا ربي سامحني، انا ما بدي اتهمها بقتل زهرية، بس اللي عملته من قبل بيخليني اتأكد انه هي القاتلة. ايوه، طب شو اللي عملته وانا ما بعرفه؟ بتتذكر شهيرة خانم لما مرضت هي ومطيعة وصارت تتلون وتتلوع وطلعت كل شيء ببطنها؟ ايه تذكرت. يمكن ها، يمكن، والله اعلم، انه هي كانت حاطه سم لاختك بالاكل. لا ما معقول. انا هيك عم خمن. لا يا فوزي، هذا مو تخمين، مو تخمين بنوب، هي هي الحقيقه. الله يسامحني، الله يسامحني اذا كنت غلطانه. ابدا ماني غلطانه يا فوزي. الحمد لله اني ماني غلطانه ابن عمي، ويا رب يا رب يورجيك الحقيقه كامله عن قريب يا ابن عمي. ان شاء الله يا رب. ليك يا فوزي، ما في شيء رح يضل مخبى الا ما يجي يوم ونكشف كل شيء امام كل الخلايا. ايه يا رب يا رب، يعجل بهاليوم يا رب. امين يا رب. لا اله الا الله محمد رسول الله. قاعد ابن عمي وبدك كاملة محبوسة بالقلعة. اخ يا معزة، حاسس بحالي مربط وظهري مكسور. وين بدي ودي وشي من الناس؟ وين؟ بس بنتك والله ما غلطت وما غضبتك ولا غضبت رب العالمين. والله بعرف انه بنتي بريئه، بس كمان كلام الناس ما بيرحم. انا انزليت، انزليت يا معزه، انزليت قدام اهل الحاره. شلون بدي احكي معهم؟ شلون بدي سلم عليهم؟ شلون بدي جالسهم؟
خلي راسك مرفوع قدام الناس. آخ شلون بدي خلي راسي مرفوع وهي خلت راسي يصير بالوحل بالطين تحت الصرامي؟ بنتي ما دخلها والله كاملة بريئة. والله بعرف انه بريئة بعرف، بس يعني ساعات ما بعرف شو بيخطر لي، بقول لحالي لو كانت بريئة ليش لحتى حبسوها؟ والله العظيم بريئة وأنا متأكدة. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. يا رب دخيلك، يا رب دخيلك لا تعاملنا بذنوبنا وعاملنا برحمتك وجودك وكرمك وطلعنا كاملة من الحبس. بأمري كله أنا ما نزليت ولا حدا قدر يزلني، حدا زلني غير كاملة، كاملة بس زلتني بحبسة. اسعى وطالع يا رجال مشان الله. إن شاء الله إن شاء الله ما رح أقصر، بس حتى لو طلعت من الحبس حضل سمعتي وكرامتي تحت صرامي وراسي بالأرض. شبعت مطيعة؟ بشو شاردة؟ مالي شاردة بس فقدت لها كتير لكاملة. اي والله وانا كمان اشتقت لها كتير، بس انا مشتاقت لها اكتر منك. اي بس انا اكتر منك. يو اش كان مشتاقتي لها اكتر مني، روحي لعندها على السجن وعيشي معهم. يا عليكي شو عقلاتك خفاف. يكونوا عقلاتي خفاف أحسن ما يكون شرفي الخفيف. شو قصدك ولا متيعة؟ انطبي ونامي، مو رايق قتلك. زعلت بدك كتير ابن عمي، معقول ما بدك ياني يعني يكون جنبك وأخدمك وشوف شو بدك يا تاج راسي؟ ولا بدك تبعدني عنك؟ والله والله أنا إذا ببعد عنك بموت. جيب المصاري فوزية. يو أنا مصاري. لك شو بنا فوزية؟ الخمسين ذهبية اللي عطيتك إياهم قلت لك خبيهم، هدول حق بضاعة للبوايكية نسيتي؟ لا لا شو نسيت تقبرني، شحني ضاوبتهم وقت اللي بدك إياهم بيكونوا جاهزين. هاتيهم هاتيهم. أمرك. شوف الظاهر عمتك مكداس ما عاد إجت لعندن منا؟ من آخر مرة إجت فيها لعنا ما شفتها. أيوه بس لازم نطمن عليها، بركي ابنها رجع لليالي ولعب القمار مو مسترجية تيجي تخبرنا. والله ما بعرف يا تقبرني، خلص يصطفلوا انت شو بدك فيهم، انت عملت اللي عليك وزيادة. ما بيصير، هي مرة وحدانية ولازم تطمني عليها، وكداس عقلاته على قده ما عم يدير باله عليها. لك لأنه ما بيفهم، في حدا بيغضب أمه؟ أعوذ بالله، يا رضا الله ثم يا رضا الوالدين. اي والله يا رضا الله والوالدة. الله يرحم ابوك وامك على الموت اللي ماتوا سوا. هيك الله مقدر له. اي والله قدر الله وما شاء فعل. لك ما قلتي لي صار شيء جديد؟ مش هو ابن عمي بالحمل؟ لا والله ما صار شيء. شيء؟ ليكون عم تاخدي دواء وانا متريان؟ لا ايو والله العظيم من يوميتها ما عاد اخذت شيء بيمنع الحمل. لك ليش لهلا ما صار شيء؟ والله ما بعرف، بس بإذن الله بإذن الله رح أجيب لك ولد تاني. لنشوف بس لا طولي. إن شاء الله ابن عمي.